الحقيقه برضو كان من جهود صندوق مكافحه وعلاج الادمان ان احنا عندنا حاجه اسمها المرصد الاعلامي. المرصد الاعلامي ده وظيفته ان هو يرصد مشاهد التدخين والمخدرات اللي بيتم تناولها داخل الدراما المصريه في خلال شهر رمضان. اه طبعا. والحقيقه ان احنا بنبقى مكثفين العمل شويه على شهر رمضان، لان شهر رمضان طبعا بيبقى فيه اكبر قدر ممكن من المسلسلات والدراما بيتم عرضها، وبالتالي احنا بنرصد مشاهد التدخين والمخدرات. بس كانت لينا يعني ايجابيه السنه دي ان مشاهد التدخين والمخدرات نزلت ل 50%. نزلت نزلت ل 50%. رمضان السنه دي كان اقل رمضان عن الاعوام السابقه، وده طبعا وده بيشجع كمان الجهود اللي انتوا بتقوموا بيها علشان كده. ما يبقاش في اعلام او دراما بتشتغل في اتجاه وانتوا بتشتغلوا في اتجاه اخر. طبعا الاعلام له يعني محور مهم جدا في عمليه طبعًا. الوقايه. فده راجع برضو لان كان في جهود سابقه ورش عمل مستمره كبيره جدا مع المنتجين والمخرجين والممثلين علشان خاطر نقول لهم خلي بالكم، كانت في مصيبه اتقدمت في المسوق، كانت في مصيبه اتقدمت في شهر رمضان، فلو سمحتوا خلينا في الشهور القادمه او في الاعوام القادمه نقلل هذه النسبه. جميل. طب خليني اسال حضرتك بقى عن السيد الرئيس اعلن 2019 عام التعليم والجامعه والجامعات. طبعا لنهضه التعليم المصري ان شاء الله. ايه بقى يعني البرامج الجديده او الاستراتيجيه الجديده لصندوق مكافحه وعلاج الادمان علشان نتوائم بقى مع عام التعليم؟ احنا بمجرد اعلان معالي الرئيس لاعلان 2019 عام الجامعات المصريه وعام التعليم بوجه عام، كان لنا توجه على طول مع الساده رؤساء الجامعات في ان احنا نشتغل على طول في المعسكرات الجامعيه اللي موجوده حاليا على مستوى جمهوريه مصر العربيه بالكامل، المعسكرات الصيفيه واللي بيقدمها الجامعات. وعاوز اقول لحضرتك ان احنا شاركنا لحد النهارده في اكثر من 70 فوج من الافواج، كل فوج قوامه حوالي 100 طالب. قدمنا التوعيه والبرنامج بتاعنا خلال ال 70 فوج دول، ومستمرين شهر 8 وشهر 9 بالتعاون مع الجامعات. خطتنا بقى اللي في 2019 مع الجامعات المصريه وعلى الشباب بوجه خاص، اولا ان احنا هنتبنى مبادرات شبابيه كبيره جدا داخل الجامعات، هيكون لنا تواجد مستمر داخل الجامعات المصريه بالكامل. ايضا احنا عندنا استهداف مش اقل من 1 مليون طالب يتم توعيتهم ورفع الوعي الخاص بقضيه الادمان المخدرات. عندنا اكثر من 15 عرض مسرحي هيقدم داخل الجامعات المصريه، اكثر من 15 عرض فني بالفنانين المشاركين معانا. فده كلها بهدف ان احنا نقلل من بهدف الوقايه بهدف الوقايه في المقام الاول. جميل. في كمان